الله الروشن حي الله الروشن حي الله الروشن واهلا بشهر الخير حي الله الروشن واهلا بشهر الخير يا متابع الواقع العام هذا غير خله على الروشن خله على الروشن جدد الماضي في عصرنا الاول ومنشارك بروشن يستاهل الاول اصالتنا تنادينا حاضرنا وماضينا لا شيء سوى الابداع يرضيكم ويرضينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أخواننا المتابعين خلف الشاشات وأهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا الأعزاء في الاستوديو الله يحييكم جميعا اليوم الحلقة غير لماذا؟ لأنها فعلا خصصناها لفئة غالية على قلوبنا وهم أخواننا الذين يشاركوننا في أيامنا وفي منازلنا وفي أسواقنا وفي أماكننا ولهم مكانة عزيزة على أنفسنا لما يقدمونه من خدمة تجاهنا وتجاه أسرنا وهم الأخوان من الجاليات ومن أخواننا في الله العاملين معنا في بيوتنا وفي محلاتنا وفي أسواقنا الله يحييهم جميعا ونسعد في كل موضوع أن نستفيد من أهل الاختصاص في هذا المجال واليوم شرفونا أخواني الأعزاء المشايخ من جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيب الله يحييكم يا مشايخنا ويكتب أجركم والحقيقة كلنا نعلم وتعلمون أنه لا يوجد أشرف ولا أنبل ولا أكمل من عمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فالحديث كما تعلمون عن الرسول صلى الله عليه وسلم لو يهدي الله وكما قال صلى الله عليه وسلم لو يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعم والدال على الخير كفاعله الله يجعلنا وإياكم من الدالين على الخير بداية أرحب بكم جميعا وأشكركم على ما تقدمونه لدينكم ولأنفسكم ولأمتكم وأسأل الله أن يستخدمنا ويستخدمكم في طاعته ثم يسعدني أن أترك المجال لشيخنا وأستاذنا الدكتور فهد التويجري ليتحدث مشكورا عن هذه الجمعية وعن أعمالها وعن نشاطها تفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حقيقة يعني قبل الحديث عن الجمعية نتحدث عن نشأة جمعيات الدعوة